رحمه الله وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثله فقيها مجتهد. نعم على قول. ويحصل الإجماع بالأقوال. يحصل الإجماع بالأقوال. نعم كما مثلا في تحريم الزنا. نعم. ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال. نعم بالأفعال. يعني الآن حدود مثلا عرفة، المسجد الحرام، المسجد النبوي، أجمعت الأمة على أن هذا المكان هو المسجد الحرام وهذا المكان المسجد النبوي مثلا. نعم. وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. هذا الإجماع السكوتي، قول بعض أهل الاجتهاد واشتهر بين أهل الاجتهاد والسكوت حصل منهم. نعم. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجليل فهو لا يحتج به. الإمام الشافعي رحمه الله له مذهب قديم ومذهب جديد. الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على أصح الأقوال. قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ نعم حجة. ما لم يخالف نص من كتاب أو سنة أو يخالف قول صحابي آخر فيرجح بينهما. لماذا نقول قول الصحابي حجة؟ نقول قول الصحابي عندنا قد يكون هذا القول حكاية من هذا الصحابي عن إجماع الصحابة رضو الله عليهم، لكن ما نقل لنا الإجماع، مفهوم؟ وإجماع الأمة حجة خاصة الصحابة. الثاني أن يكون هذا، أو لعل هذا يكون الأول، أن يكون هذا قول الصحابي هو حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يرفعه. احنا نعرف يعني احيانا احاديث ينقلها الصحابه رضي الله عنهم، حتى نحن الان احيانا تقول لانسان اتق الله حيثما كنت، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم تقل قال عليه الصلاه والسلام، صح؟ نعم. اذا هذا الاول ان يكون هذا حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او اجمع الصحابه عليه، هذا الثاني. الثالث يكون هذا القول قال به أكثر الصحابة رضو الله عليهم على ما يقال عندنا اليوم الجمهور. الثالث أن يكون هذا، الرابع أن يكون هذا هو فهم الصحابة والصحابي أدرى بأصول الشريعة ومقاصد الشريعة، مفهوم؟ أو الأخير ممكن يقال أن هذا قول الصحابة وهم قول صحابة والصحابة رضي الله عنهم أتقى لله منا، نعم، وأعلم بالله منا وشاهدوا التنزيل، نعم، ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم أبعد عن الخطأ منا، مفهوم؟ إذن نأخذ بقولهم. إذن قول الصحابي حجة ما لم يخالف نصا من كتاب أو سنة أو يخالف قول صحابي آخر فيرجح بينهما، مفهوم؟ لكن لا تستعجل في الرد، نصيحة، لا تستعجل في الرد، لأن بعض الشباب هدانا الله إياه مجرد ما يسمع قول صحابي وهو في الظاهر يراه مخالف لنص من كتاب السنة يستعجل في الرد، يقول هذا القول لعله يقول باطل أو كذا. لا تستعجل في الرد، لا تأخذ، لا إشكال، أما الرد لا تستعجل فيه، مفهوم؟ تأمل، انظر، راجع، ابحث، لعل هناك خلاف في المسألة لا تعلمه، أو هذا الأثر ضعيف أو الحديث ضعيف. تأنى، من تأنى نال ما تمنى، وقد يكون مع المستعجل الزلل. قال إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، منها الأنا، حلم والأنا مثاله، لأن هذا مهم. في لدينا مسألة في الفرائض، ما هي؟ العمرية، الغراوين والعمريتين.
زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب، الأبوين مع أحد الزوجين، صح؟ خلاصة الأم هنا تأخذ ثلث البار. وكان يفتي بهذا زيد رضي الله عنه، وزيد إمام، قال عليه الصلاة والسلام أفرضكم زيد، صحح الألباني رحمه الله. ابن عباس رضي الله عنهما يعطي الأم الثلث كاملا، مفهوم؟ وكان ابن عباس رضي الله عنهما يحتج بالقرآن، صحيح؟ قال الله سبحانه فلأمه الثلث، نص في القرآن. فقال زيد رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما، قال يا ابن عباس أنا وأنت نفتي برأينا، أنا وأنت نفتي. عندما تسمع هذا الكلام تقول كيف؟ زيد هنا رد دليل من القرآن واضح، فلأمه الثلث، وزيد رضي الله عنه يقول لا، ثلث الباقي ليس الثلث كاملا. ويقول أنا وأنت نفتي برأينا. لو تتدبر المسألة تتأمل فيها تجد الحق مع زيد، وكل الصحابة تقريبا مع زيد، ما خالف إلا ابن عباس رضي الله عنهما. طيب إيش نصنع؟ الآية، قال الآية ليس فيها أحد الزوجين، خرجت المسألة عن الاحتجاج أصلا، مفهوم؟ أي نعم. تأمل. وأنت تعرف أن هناك كان لديك بعض المسائل تنكرها وتخالف وتأتي بالأدلة وتناظر وتصنع، واليوم تقول بالقول الثاني، صح؟ أي نعم. يقال والله أعلم في المشركة، وهذا لا يصح عن عمر، أنه أفتى في العام الأول بماذا؟ بحجب الإخوة الأشقاء. في العام الثاني عندما قالوا له هب، يعني افترض أن أبانا حجرا ملقا في اليم، الأمثلة على الفرائض اليوم، هب أن أبانا حمارا، فأعجبوا هذا فقضى أن يشتركوا في الثلث. فجاء الذين ورثهم، منعهم عمر رضي الله عنه في العام الأول وقال أعطنا، قال ذاك بما قضينا وهذا بما نقضي، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، مفهوم؟ أي نعم، قد يقول الإنسان قول ثم يرجع عنه. نعم. قال رحمه الله ثم الصحابي قوله عن مذهبهم على الجليل فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضاعفوه فليرد. والصحيح أن قول الصحابة رضي الله عليهم حجة ما لم يخالف نص من الكتاب والسنة أو قول صحابي آخر فيرجح بينهم. باب الأحبال وحكمها. الآن أراد أن يذكر لك يعني شيئا من مصطلح الحديث، صحيح؟ أي نعم. لماذا؟ لأنه ترى في كتب الفقهاء تقرأ حديث صحيح، حديث ضعيف، مرسل، متواتر، آحاد، فأراد منك أن تفهم. هو الآن هذا ليس بدرس في المصطلح، لكن يريد أبين لك بعض المصطلحات التي يذكرها الفقهاء لا علماء الحديث. هنا قصده. نعم. قال رحمه الله والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل. نعم، يحتمل هذا ويحتمل هذا، وقد تقدم معنا عندنا أخبار لا تحتمل الكذب وأخبار لا تحتمل الصدق كالمستحيل شرعا أو عقلا، والثالث يحتمل هذا ويحتمل هذا. نعم. تواترا للعلم قد أفاد وما عدا هذا اعتبر أحادا. الحديث المتواتر يقول يفيد العلم. نعم. والحديث الآحاد يفيد العلم بالقرائن، يفيد العلم بالقرائن. يا إخواننا عندنا مسائل في هذه الأيام مشكلة، لو تتكلم بها قد تكفر عند بعض الناس، صحيح؟ فإيش تصنع؟ علم يقول العوام، ضعها في رأس عالم واطلع منها سالم، صدق والله. يعني الآن حصل عندنا ما حصل من المظاهرات والخروج على الحكام
والربيع الذي سميه الربيع المهم وهو ليس بربيع والله. عندما يأتي الشيخ في خطبة الجمعة مثلا في مسجد من المساجد لو خطب وقال هذا كذا وكذا ومخالف لما كان عليه السلف ممكن يقتل ويضج المسجد، ايش اصنع؟ يقول قال الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان المظاهرات وكذا ليس له علاقة بالاسلام، وضعها في رأس من؟ شيخ الاسلام. إذا أردتم أن ترد ترد على شيخ الإسلام، أنا ليس لي علاقة، أنا ناقل، مفهوم؟ أي نعم. هنا الآن في هذه المسألة تقول حديث الآحاد يفيد العلم بالقرائن، احتفت القرائن أنه يفيد العلم، لماذا؟ لأنه لم يأتي شيء يخالف هذا، فهو الآن يفيد العلم بالقرائن، مفهوم؟ نعم. لا للظن فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه خبر لا باجتهاد، لا باجتهاد بل سمعا أو نظرا. نعم، هذا الحديث المتواتر رواه جمع عن مثلهم إلى منتهى الحديث، ويستحيل في العادة أن يتواطأوا أي يجتمعوا على الكذب. نعم. وكل جمع شرطه أن يسمع، والكذب منهم بالتواطي يمنع. نعم، لابد جمع عن جمع عن جمع عن جمع. نعم. ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم لكن عنده الظن حصل. نعم، قلنا يفيد العلم بالقرائن وارتاح. نعم، هذا قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله. لمرسل ومسند قد قسم وسوف يأتي ذكر كل منهما. صحيح وحسن وضعيف. الحديث المتواتر صحيح، والحديث الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف. نعم. فحيثما بعض الرواة يثقل فمرسل وما عداه مسند. لا، هذا ليس بالمرسل. ما هو الحديث المرسل؟ نعم، ما رفعه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. لكن لو قال ما سقط منه الصحابي، الصحابة عدول ثقات، لو أسقط صحابي حديث صحيح معروف صح، لا يحتاج البحث عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن لا ندري. ولهذا قالوا أن مراسيل كبار التابعين صحيحة، لماذا؟ لأنه قال لم يروي هذا إلا عن الصحابة، معنى هذا أنه أسقط صحابي، وإذا أسقط صحابي الصحابة عدول. نعم الشيخ. للاحتجاج صالح للمرسل لكن مراسيل الصحابة تقبل. نعم. كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا. هذا يرجع فيه العلماء الحديث، نريد فقط الآن نسمع هذا الكلام المرسل وكذا. نعم. وألحقوا بالمسند معنعنا في حكمه الذي له تبين. نعم، الآن إذا كان الراوي لا يعرف بالتدليس يحمل قال وعن، الألفاظ التي تحتمل عدم السماع تحمل على الاتصال، إلا إذا كان ممن هو معروف بالتدليس. لا، ما في إشكال، إذا الصحابي أسقط صحابي على ما قال لا إشكال. نعم. قال وقال من عليه شيخه طرى حدثني كما يقول أخبره. نعم، صيغ التحمل يعني الحمل، يحمل الحديث، والأداء يعني تبليغ الحديث. نعم. وقال من عليه شيخه طرى حدثني كما يقول أخبره. نعم. ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا أخبرني، وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول بل أخبرني إجازه. نعم. باب القياس. القياس لغة التقدير والمساواة، وهو اصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. إذن عندنا أربع أركان للقياس، أي إنسان يقول قياس تقول أعطيني أربع أركان، أصل خمر، فرع عصير مشكل. مثال، الحكم للأصل التحريم، والعلة الإسكار. فعصير مشكل إذا كان يسكر فهو حرام قياسا على الخمر. نعم،
وإلا فهو جائز وحلال. مفهوم؟ طيب. قال قال رحمه الله: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم ويعتبر ثلاثة في الرسم. نعم، لعلة أضفه أو دلالة. يقول قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. نعم، لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. نعم، أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة. نعم، لكن هذه العلة لابد أن تكون ثابتة بالكتاب أو السنة أو الإجماع. نعم، أما إن كانت العلة يسميها العلماء رحمهم الله تعالى تعبدية، يعني ليست ظاهرة المعنى، فهذا ما يمكن يقاس عليها. مثال الآن، أنا أعطيكم أمثلة الآن على القياس. يقول: أكل لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على الإبل. لماذا؟ ما هي العلة؟ قال: العلة المشابهة. مفهوم؟ نقول: لا، لأن علة الوضوء من لحم الإبل هذا تعبدي، ما عرفنا العلة غير منصوص عليها أصلا. مفهوم؟ فلا يمكن القياس هنا، نقول القياس باطل. مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع. انتبه معي، أين الأصل وأين الفرع وأين الحكم وأين العلة؟ تعرف؟ الله يفتح عليك. الأصل ما هو؟ قول أف فقط، والفرع الضرب، والحكم التحريم بالكبيرة. تمام، والعلة الإيذاء، بل هذا إيذاء أكثر، قياس أولى هذا، صح؟ الله يفتح عليك. نعم، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر. نعم، كقولنا: نام الصبي تلزم زكاته كبالغ أين النمو. نعم، أين الفرع والأصل والعلة والحكم؟ من يعرف؟ ها الشيخ، زكاة إيش؟ الأصل زكاة إيش؟ زكاة مال البالغ، والفرع زكاة مال الصغير، والحكم وجوب الزكاة إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، والعلة النمو، ليس لنا علاقة بالمالك سواء كان صغير أو كبير. نعم، مال مدخر حال عليه الحول وبلغ النصاب. مفهوم؟ نعم. والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجودا. هذا يسميه العلماء قياس الشبه. ما هو؟ يقول: أن يتردد فرع، فرع واحد بين أصلين مختلفي الحكم. يعني عندنا في القديم كان أصل، الآن عندنا أصلين، هذا له حكم وهذا له حكم، والفرع واحد، فنلحق هذا الفرع بواحد من الأصلين أكثرهما شبها. مفهوم؟ بالمثال يتضح. البغل، البغل الآن أكل لحم البغل حلال أم حرام؟ ننظر، هو متولد من أصلين، من أصل حرام وأصل حلال. خلاص، أكل لحم الحصان حلال وأكل لحم الحمار أكرمكم الله حرام، فهل نلحق البغل بهذا أو بهذا؟ قالوا: لا تلحق لا بهذا ولا بهذا، لكن تأخذ بالأحوط وهو قياس الشبه ضعيف. خلاص، لا يصح. تلحق بماذا؟ بالأحوط، بالتحريم. خلاص يا شيخ، عندهم قاعدة عند العلماء رحمه الله، يقول: الولد يلحق الأب في النسب ويلحق الأم في الحرية والرق. مفهوم؟ ويلحق أفضلهما في الدين لا شك،
ويلحق أخبثه ما في اللحم. هذه أربع قواعد عندهم. الأب دائما ينسب إلى الأب، إلا نسأل الله عفو السلامة ولد الزنا ينسب إلى أمه. يلحق في الحرية والرق الأم. متى استرققتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ فالعبرة بالأم حال الولادة، مفهوم؟ نعم. الثالث إلا أم الولد، هذا سيأتي إن شاء الله. الثالث في إيش؟ في الدين. الأب مسلم والأم نصرانية، يلحق أيهما؟ الإسلام. أخبثهما البغل. من الأخبث؟ حمار. فيلحق به. هذه والله قواعد تمشي عليها ترتاح. أي نعم. إذن هنا لا قياس، ونقول الامتناع عن أكل الحلال. الشيخ راشد يقول أنا لا أكل اللحم، ما أستطيع، لا أكل اللحم حلال صح. وهذا قال أنا لا أكل مثلا البطيخ مثلا، لا إشكال. لكن أكل الحرام حرام، فهذا يمتنع عن أكل الحلال لا إشكال فيه، لكن لو أكل الحرام حرام في إشكال، فيمتنع عن أكل البغل، انتهى الأمر. نعم. قال رحمه الله والثالث الفرع الذي معلش المثال الثاني عندهم. المثال الثاني العبد. العبد يشبه الحر. لماذا؟ يصلي يصوم. ويشبه البهيمة، يشبه الشاة، يباع ويشترى. فيلحق، نقيس على من؟ قلنا القياس ضعيف، نجعله في الأشياء التي يشبه فيها الحر حر، وفي الأشياء التي يشبه فيها البهيمة بهيمة، انتهى الأمر صح. لا نلغي هذا ولا نلغي هذا. نعم. قال رحمه الله والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا موجدا، فليلتحق بأي ذيل أكثر من غيره في وصفه الذي يراد. نعم. فيلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. والصحيح قلنا ضعيف. نعم. أبقي معنا قال رحمه الله لا بقي معنا في القياس قياس إيش؟ العكس أو قياس الضد. قياس العكس، وهو أن يثبت للفرع نقيض حكم الأصل. يثبت للفرع نقيض حكم الأصل. قلنا الخمر محرم كبير، والعلة الإسكار عصير مشكل غير ليس فيه إسكار لا قليل ولا كثير، إذن يأخذ نقيض حكم الأصل. الوطء الحرام حكمه كبيرة، الوطء الحلال نعم، كما أنه يأخذ إثم على الوطء الحرام فالوطء الحلال يأخذ عليه أجر. وقال عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بأجر؟ قال أرأيتم إن وضع فيه. هذا قياس العكس وقياس الضد، مفهوم؟ طيب، لا يمكن نقيس إلا على أصل، ما نقيس على مقيس عليه. مثال الآن تقول يجري الربا في الرز قياسا على ماذا؟ على لابد تقيس على أصل. تقول يجري الربا في الرز قياسا على البر، صحيح القياس هنا لأنه قسنا على أصل. المثال صحيح أو ضعيف أنا ليس لي علاقة. يأتي آخر يقول يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، نقول خطأ لأن الرز ليس أصل، مفهوم؟ كيف تقيس عليه؟ تقيس على الأصل، لأنه ممكن هذا الفرع الثاني يشبه الفرع الأول لكن لا يشبه الأصل، فلا يصح القياس، مفهوم؟ ولابد أن يكون حكم الأصل ثابت بكتاب أو سنة أو إجماع أو مقطوع فيه بنفي الفارق، لأن يعني لا فرق بين الفرع
والأصل، مفهوم؟ تمام. تقول يجري الربا في شو اسمه هذا تايد، تعرفوا التايد؟ صابون تايد أو أريال، قياسا على الذرة، يصح؟ لا يصح، لا يصح. هذا مقطوع فيه بنفي الفارق، هذا مطعوم وهذا غير مطعوم، مفهوم؟ أي نعم. ولهذا أقول أن لديهم قياس يسميه العلماء قياس فاسد الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار، لا يمكن، واضح الفرق بين الفرع والأصل. نعم.